لو فضل الواحد فينا سنة ورا سنة، مش معني انه يغير في حياته وانه يتوب توبة جد. الحكاية فيها وإلا، وإلا يعني ايه؟ وإلا العمر هيخلص وانت مش مستعد، وهتبقى الحكاية مش كويسة. لانه لازم نفكر نفسنا ان في ناس كانت عاوزة توصل ما وصلتش. اذا كان يهوذا اللي شاف المسيح بعينيه 3 سنين قطع، اذا كان شاول الملك تلميذ صمويل النبي قطع، اذا كان ديماس تلميذ بولس الرسول اللي خدم معاه سنين قطع، لا دي حاجة تخوف. يبقى الواحد على قد ما بيحب يسمع في رحمة ربنا ويتكل على رحمة ربنا، لازم في وقت يا جماعة نخوف نفسنا. بنخوف نفسنا لما بنلاقي نفسنا متدلعين، وما أكثر الدلع. فوق يا نفسي، لأن لو دخلت الجحيم توليت أنك تقولي أشكرك يا رب، ملهاش لازمة خلاص. دلوقتي أشكرك يا رب ليها لازمة، سامحني يا رب ليها لازمة، تخدم الناس ليها قيمة، لكن بعد ما يخلص العمر ملوش قيمة. يا نفسي حاسبي، انت عايشة النهاردة مش عايشة بكرة. يا نفسي الحاجات اللي في بيتك دي تشهد عليكي. يا نفسي خدتي من العمر كتير، في ناس مشيت بدري. يا نفسي الوصايا واضحة وصريحة، ما عملتهاش ليه؟ يا خادم قدامك مخدومين اجري وراهم، هتتسأل عليهم وإلا؟ قول لنفسك وإلا كل يوم، سمعها لنفسك، حاسبي يا نفسي لحسن وإلا. على فكرة احنا حريصين جدا في حاجات كتير قوي. انت بتقول ما تسوقش بسرعة وإلا تتقلب العربية، ما تطلعش في الهواء وانت مش لابس كويس وإلا تاخد برد، ما تصرفش كل فلوسك وإلا بكرة ما تلاقيش لما تكبر. بنقول وإلات كتيرة قوي وبنسمعها كويس قوي، انما وإلا تفقد السماء مش فارقة كتير، دي حاجة تخوف. هقول لك سوق بسرعة واطلع مش لابس في الهواء، بس اعمل معروف، ما تسيبش الأبدية تروح، لأنه ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من السهر يا نفسي.